بعدما انحسرت العاصفة زينا إلى حد كبير، تبين أن ما هو أجمل من المشهد البيضاوي الصرف هذه الجبال وهذه الأشجار الخضر المزينة بالأبيض وبأشعة الشمس التي سمحت للمواطنين بلملمة آثار الثلوج من أمام منازلهم وعلى سياراتهم. هلا برأيك إنه خرست الثلج خلاص؟ لا بعد في عم بيقولوا حسب ما عم نسمع على التلفزيونات. طيب هلا شو عم تعملوا لك يعني؟ بنشيلهم يعني زريب وبينزل ميتهم لتحت ما يلصق في تراب. قديه بده ياخذوا معكم وقت هلا؟ ولا بعد شي ساعة، بعد ساعة، ساعة ونص. تابعنا مسيرنا صعودا نحو الزعرور في أعالي قضاء المتن الواقع على علو 1400 متر تقريبا. فإلى جانب الثلوج كان الصقيع بارزا، فتحولت المياه على سطوح المنازل إلى زينة كريستالية وعلى الأشجار إلى حلل تنذر بالجو القارس. ما نحن ساكنين هون ونزلنا جبنا أغراض وطلعنا. ايه وشو صار؟ غرق بس بيطلع معنا. انتوا وين سكن هون؟ ايه سكن هون. طيب وهلا شو انبسطتوا انه خفلت قرصة العصر ولا بالعكس؟ هلا شيء اكيد بس اذا بترد ترجع شيء حلو. لم يكن للعاصفة زينة حسنة واحدة على الطبيعة، بل ايضا على مشاريع الاولاد الذين وبعد قرار وزير التربية ليس بصعب ستمتد عطلتهم المدرسية الى الاثنين. خبر افرح التلاميذ كما الاهل. المفروض بالمدرسة. كيفة؟ لا بالعكس منبسط، حرام ساعة يروحوا على المدرسة. بس انت جبتيهم على الساعة؟ ما علي جايبتهم هلا نص ساعة يلعبوا. شو بدي؟ انت شو مبسوطة ولا انه بتفضل تروح على المدرسة اليوم؟ مبسوطة. والمدرسة؟ بلا المدرسة. بحب العواصف، بحب الثلج، بحب اتعلق أكثر عن جد. خير بيجوا أكثر لعندك؟ لا مش على العالم، خير ثلج خير، ما إجا هيك السنة أبدا ثلج. مش كرمال العالم لا، انه كرمال الشغل ايه اكيد، وانه كرمال الخير يعني لا يطلع الماء. لطالما تغنى اللبنانيون بقرب البحر من جبالهم، غير ان هذا المشهد رسخ مرة جديدة جمال طبيعة لبنان وفرادتها قياسا على الدول العربية الاخرى. من منطقة الزعرور، رشا الكرم، قناة الجديد.